تحرير كامل للقصر الجمهوري في تعز، نبأ هو الأهم زفته الجبهة الشرقية لمدينة تعز، حيث يواصل مقاتلو الجيش الوطني مهمة تطهير هذا المعقل العسكري الأكبر للإنقلابيين منذ أكثر من أسبوعين. معارك شرسة خاضها جنود الجيش الوطني وتمكنوا خلالها من اقتحام مبنى القصر والسيطرة عليه بالكامل واغتنام كميات من الأسلحة والذخائر. يأتي ذلك فيما تتواصل المواجهات في مدرسة محمد علي عثمان وما تبقى من جيوب في محيط التشريفات وسط مؤشرات تدل على أن الجيش الوطني يمكن أن يستكمل مهمته خلال الساعة القليلة المقبلة. وقع الهزيمة كان مراً ما دفع بالعناصر الانقلابية في مواقع تمركزها في شرق المدينة إلى القصف العنيف على موقع القصر الجمهوري والمواقع المحررة وأحياء المدينة. طيران التحالف وجه خلال الساعات الماضية أقوى ضرباته على مواقع تمركز الانقلابيين في تبت سوفتيل بأكثر من 10 غارات، واستهدف لأول مرة مبنى الفندق. مصادر الجيش تحدثت عن خسائر فادحة لحقت بالانقلابيين، لكن الأضرار لحقت أيضا بالفندق وبمستشفى اليمن الدولي المجاور له. الانقلابيون إثر هذه الغارات عززوا الموقع المستهدف بدبابة جديدة باشرت في قصف الأحياء السكنية ومواقع الجيش الوطني. طيران التحالف استهدف أيضا بغارة جوية موقعا للميليشيا في منطقة الروض بالضباب غربي المدينة، ما أسفر عن تدمير دبابة. معارك حاسمة تشهدها تعز، وإرادة تتجاوز ضعف الإمكانيات والموارد لتصنع إنجازاً لطالما انتظره اليمنيون منذ أكثر من 2 عامين.